هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتشغل بال كل المشجعين اللي خلاص معاهم فان اي دي وتذكرة وعايز يتفرج ويشجع مصر عشان ان شاء الله نوصل كاس العالم، ايه هي قايمة المحظورات اللي مش مسموح بها دخول الاستاد؟ طبعا ده سؤال مهم بيشغل بال كل المشجعين اللي ان شاء الله هيحضروا. انا بطمن حضرتك ان الحاجات المحظوره والممنوعه لازم ان انت حضرتك ما تجيبهاش معاك وانت جاي لان مش مسموح بيها الدخول اول حاجات اللي هي ممنوعه اجهزه الليزر اللي هي اقلام الليزر اللي بتستخدم للشوشره على اللاعبين اثناء المباراه قلم الليزر اللي هو بيستخدم للشوشره الحاجه الثانيه عبوات البرفيوم او العطور او اي عبوات فيها مواد كيميائيه او كحوليه بتسبب الاشتعال اي حاجه فيها بخاخ بتطلع رذاذ يؤدي الى الاشتعال طبعا دي ممنوعه باكد طبعا على الانسات والسيدات معظمهم بيبقى مصطحب في الشنطه بتاعته من غير ما ياخد باله البرفيوم او المزيل او كده طبعا دي وفيها حاجات بتبقى غاليه لو سمحتي سيبيها في العربية لو سمحتي سيبيها في البيت لو سمحتي تأكدي قبل ما تخرجي للمباراة ان هي مش موجودة في الشنطة بتاعتك لان انت هتفاجئي على البوابة ان هي بتتاخد ومش ه... عناصر الامن مش هتاخدها معاه تحطها عندهم كنوع من الامانة لحد ما الماتش يخلص هيمنع دخولها ويقول لحضرتك تخلصي منها تقول له طيب لو سمحت خليها معاك لحد الماتش ما يخلص هيرفض فهتسبب مشكلة يبقى بنتكلم على العبوات اللي هي فيها العطور دي مهمه جدا ممنوعه طبعا اي حاجه بتسبب اشتعال الحاجه الثانيه الالعاب الناريه او الشعلات اللي هي طبعا معروفه وسط الجماهير والشباب بالشماريخ دي ممنوعه منعا باتا تواجدها لا في محيط الاستاد الخارجي ولا الداخلي ما تجيش بيها خالص عند الاستاد الحاجه الثانيه الابواق اللي هي تسبب ازعاج زائد زي ما معروف باسم الفوفو زلة ده بوخ بيبقى كبير بيسبب ازعاج ما مسموح بحاجات مكبرات صغيره مسموح اما الابواق الكبيره ده طبعا دي من ضمن الحاجات الممنوعه. أه هتكلم على نقطه من اهم النقط من اللي بتثير العديد من التساؤل وسط الجماهير وهي الباور بانك. انا بأكد على حضراتكم ان الباور بانك و اجهزه الشحن واعاده الشحن ممنوعه يعني اجهزه تخزين الطاقه اللي هي الباور بانك والشاحن بتاع الموبايل دول ممنوعين والاسلاك والتوصيلات اللي بتستخدم في ذلك يعني مش الباور بانك بس ممكن حضرتك يبقى معاك هاند فري ممكن تفاجئ ان عناصر الامن بيقولك لك ممنوع الهاند فري او الاسلاك اللي بتستخدم في اعاده الشحن والباور بانك واجهزه الشحن بتاع الموبايلات دي ممنوعه ما تجيبهاش معاك حاول ان انت توفر استهلاك البطاريه تنظم استهلاك الموبايل بحيث ان هو يقضيك طول اليوم وما تحتاجش للباور بانك. طبعا ممنوع الاسلحه والادوات الحاده اللي ممكن تستخدم في التشاجر او تحدث جرح للمواطنين ممنوع العبوات المغلقه اللي هي فيها مأكولات او مشروبات زي الكنز دي ممنوعه. مسموح بدخول الاكواب البلاستيكيه او العبوات الزجاجيه اللي مش عليها غطا فيها عصائر او مشروبات او مياه من غير الغطا انما ممنوع دخول ماكولات في عبوات مغلقه دي ممكن تسبب اصابه لو استخدمتها في التراشق طبعا دي ممنوعه الكرات بمختلف انواعها الكره طبعا احنا عارفين دي مباراه كره قدم الكرات حد يصطحب كرة وممكن ان هو يحدفها في ارض الملعب طبعا دي برده من الممنوعات مش هتقدر تدخل معاك كوره في حاجه مهمه جدا برده بعض الشباب وبعض المواطنين ما يعرفش ان هي ممنوعه وممكن تسبب له مشكله ويحظر دخولها هي المواد الاعلانيه والترويجيه اي تيشيرت او اي حاجه عليها علامه تجاريه او حاجه دعائيه او حاجه مسيئه او حاجه سياسيه دي ممنوع دخولها طبعا ارض الملعب حفاظا على حقوق الشركات الراعيه وحفاظا على الاداب العامه. دي كده قائمه بالحاجات اللي ممنوعه هاكد على الاكثر شيوعا منها البرفيوم المزيل العرق الباور بانك السماعات المأكولات المعلبة دي كده أخطر الحاجات المتداولة عند معظم الشباب والأسر اللي ممكن أن أنت تصطحبها وفي النهاية أنا طبعا بتمنى لحضراتكم استمتاع بالمباراة وبتمنى طبعا نهاية المباراة بفوز المنتخب المصري